التفاصيل الخاصه بانشاءات النادي الاهلي بتيجي لحضرتك؟ يعني برضو الوضعيه يمكن اللي استلم فيها بقى مجلس اداره النادي الاهلي لفرع الشيخ زايد، اكيد حضرتك كنت متابع لهذا الوضع بالنسبه لهذا الفرع. تمام. بص حضرتك، هو اولا تحياتي للمهندس محمد يحيى. هو كان معايا على التليفون وقفل للاسف. يا فندم، راجل محترم ومحب للاهلي، ويمكن كان لنا زيارات لمقر الشيخ زايد اكثر من 3-4 زيارات مع بعض. جميل. قبل الافتتاح اللي شرفنا فيه بدولة رئيس الوزراء اللي حضره. جميل. وتحياتي برضو للعظيم المهندس حسين صبور، الراجل اللي عمل التصميمات بتاعت المقر او فرع النادي في الشيخ زايد. جميل. بص يا فندم، باختصار شديد جدا انا عاصرت مشكله فرع النادي في 6 اكتوبر والارض اللي اتسحبت، وبعدين الارض البديله بتاعت الشيخ زايد، وبعدين بنى السور وبعض المنشات الخفيفه اللي تمت مع المجلس السابق بقياده الكابتن حسن حمدي. وانا كان ليا اقتراح مع مجلس الاداره اللي موجود حاليا ان احنا نروح ونزور المقر الجديد بتاع الشيخ زايد قبل اي شغل ما كان يتعمل، وان احنا ندعو لمؤتمر صحفي هناك علشان نشجع سكان زايد واكتوبر ان هم يجوا يشاركوا في النادي. والحمد لله يمكن انا كان ليا صاحب هذا الاقتراح، وكانت النتائج الحمد لله اللي احنا شايفينها دلوقتي. محدش ابدا يقدر يغير تاريخ او ينكر واقع. الناس بتكمل بعض، صحيح ناس بتبدا وناس بتستلم منها وتكمل، لكن الكم الاكبر والاهم من الانشاءات اللي تمت من 2014. تمام. من بعد 2014 كمان، ولغايه ما وصلنا للمستوى اللي احنا شايفينه. وما زال النادي فرع الشيخ زايد محتاج استكمال باقي المنشآت. الوزاره عندنا ساهمت ودفعت في الشيخ زايد، في حمام السباحه وفي بعض الملاعب، ويمكن كنا اسندنا للانتاج الحربي واشتغل، والحمد لله صرفنا له فلوس، وكان في متابعه لصيقه يوميه من مجلس الاداره للاعمال دي والصرف الفلوس بتاعتها. ف مجهود محترم من مجلس الاداره الحالي يجب ان يتم شكرهم عليه طبعا. مش احنا نقول ان ما حصلش حاجه، ده احنا لازم نقول، يعني كلام حضرتك شاهد على هذه الامور اللي حدثت في الشيخ زايد. محدش يقدر يغير تاريخ، ولا حد يقدر يسلب حد انجازاته، ولا ينسب انجازات حد لنفسه. الكلام الناس عندها وعي كبير جدا طبعا، زي ما المجلس السابق ليه انجازات، واللي قبليه ليه انجازات، واللي قبليه انجازات. وده على فكره سمت مجالس اداره النادي الاهلي طبعا، اللي تبقى بالقوه دي وبالوعي ده. طيب. لكن الشغل ده شغل مجلس المهندس محمود طاهر، ودي كلمه حق لازم. طيب استاذ محمد، يعني سؤال لحضرتك، هو كان في فعلا تهديد لسحب ارض النادي من النادي الاهلي؟ طبعا. فرق طبعا زي؟ كانت جايه مناقضه، وكان الجهاز مدينه اكتوبر كان عايز يسحب الارض، وانا بعت للنادي اكتر من مره كده، لكن هو للاسف يعني برضو الارض بتاعت اكتوبر اللي استخدمت لمنفعه عامه والغرض ثاني وكلام زي كده، وقوه الاهلي والوضع، وتم تعويض الاهلي بالارض دي، وانا على الراي الشخصي ان دي افضل. فالحمد لله يعني انت في انديه ثانيه تجاهد عشان تعمل فرع، والظروف اختلفت والاسعار اختلفت طبعا. فالحمد لله طبعا. استاذ محمد، يمكن انا مش سامع حضرتك، لكن بشكرك، يعني اكيد مداخلتك مهمه جدا لتوضيح امور. المهندس محمد يحيى الاستشاري الخاص بالنادي الاهلي قالها، ويمكن كان طلب كمان ان حضرتك تبقى موجود عشان تقول او تبقى شاهد على هذه الجزئيه، بما ان حضرتك كنت في